موهبتي الرسم من كنت طفلة. كنت يعني إلجأ للرسم بحيث ضايقت من شيء أو خطرت على بالي فكرة جسدها على ورقة، كانت تعطيني الأمان أكثر ما تكون إنه هي حلوة، لأنه كانت طفلة يعني. فيعني تطور رسمي وسجلت بالجامعة، اختصيت علم نفس، وأحيانا صرت أدمج ما بين علم النفس اللي هو دراستي لحتى تشكلت عندي بعض الرسومات المتنوعة والبعض منها التعبيرية والتجريدية، فصار عندي رسومات متنوعة من كل أنواع الفنون الحمد لله. بدي أحكي شوي عن هاي اللوحة. أنا ما من طبيعي أرسم إنه شخصيات، بس ولكن حبيت كتير هاي الشخصية اللي هي من ضمن اختصاصي كمان، المحلل المؤسس الأول لعلم النفس اللي هو سيغسموند شلومو فرويد. عجبت في شخصيته كتير، فحبيت إنه جسدها على ورقة. وبالنسبة لهاي اللوحة هي من مخيلتي، لوحة فلسفية بعنوان لعنة الإدراك. حبيت هاي الفكرة كتير فجسدها بهاي الورقة. بالنسبة لهاي اللوحة أخذت وقت كتير مني ومجهود كمان، حبيتها كمان أكثر ما أخذت مني تعب وجهد، لأنه بتحكي عن المعاناة المشتركة. يعني هي بصراحة دمجت ما بين الألوان الحلوة والفريحية ما بين الألم المشترك الموحد يلي موجود بين العالم. Thank you.